أمر النائب العام المستشار نبيل صادق نيابة أمن الدولة ببدء تحقيقات فورية في حادث الواحات الإرهابي. كان مسؤول مركز الإعلام الأمني قد أكد استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من العناصر الإرهابية أثناء مداهمة أمنية لأماكن اختباء تلك العناصر في المنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء. وأوضح المصدر أن ذلك جاء بعد ورود معلومات حددت أماكن اختباء تلك العناصر، مشيرا إلى أنه تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر فور ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني بمكان اختبائهم. وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقامت القوات بمبادلتها لإطلاق النيران. هذا وتواصل القوات تمشيط المناطق المتاخمة لمحل الواقعة، فيما ستجرى عدد من الجنازات العسكرية في مسقط رأس شهداء الشرطة خلال الساعات المقبلة.